بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب الإقرار. أو برتوكش باسي إقرارك. إقرار يعني دان هينان بما في كسي شتر لسرخوي أو جاد جاوازينيها أو دان بيدا هين راوة أو إكوائتو اعترافي في إكيو داني بيدا هيني ما في خواي قوربي وكو زينا وشراب خارنو أو نوعشتانا، يعني ما في آدمي زاد بي وكو قرز كشتن دزي أو نوعشتانا. أو جاليرا إنسان بهرشتي شي دان بهيني بري أمن شراب مخاردي توا يعني قتل مكديا يعني ومكديا برياري شرعي لسر زيبزي أكله. أو جا شريعة إسلام سما فشي سبر يا رشيدا درباري أو ما في أو ما في لسه زي بزي أكله برجمان شيا كإنسان باعتراف خوي دجيلي كقاعدة أري المرء مأخوذ بإقراره مروف بدان بيداهناني خوي دجيلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بالصحابة شي فرمو أغدو يا أنيسو على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. أو حديث كبخاري مسلمة فرمي أي أنيس هست برو لا يجني أو بياوي أجل اعترافي بالزناية كذ برباراني بك لا فرمي تبرباراني كي بس توا بتسيب اعترافك أو جاء دان هنان لو تشوار ركنانا بيك دي مقر اسم فاعل يعني دان هنر أو كوادان بما فكي داديني مقر له دان بو بيه دا هن راو دان بو هن راو كا بني آدم كاري من هندي قرز داري ويما آه هل وها مقر به دان بيدا هن راو كما فكيا قرز مارا هرتي هي صيغة يعني قوتكش أو جا قوتكي دعاية تفصيلات شي دريج داداتي إن شاء الله روني كي دوا أفرمي يصح دان هنان دلستبي من مطلق التصرف لو كسيك و دسكاري مركو مالي خوي دلستا ببي قيد الشرط وشي يعني بالغ بي عاقل بي وهل واحد يشي لسردان درابي زور يشي لين كرابي كواب وإقرار الصبي والمجنون لاغين دان بيدا هناني من داري كمري من أو إشم كردية يعني هندي قرز دارم هل وها إيش دان بيدا هناني ويش لاغين لغو بتوهيز اعترافي هيز اعتبارش يبو دان عندي لبرسج كبيغبر صلى الله عليه وسلم فرميتي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وش حديثه صحيحه ابو داود ونسائي والترمذي روايه يعني كذا افرمي نوسيني داوا كاري وتاوان لسر سيكسان لا دراو لسر خوتو تا هشيار بي توا لسر مندال تابلوغ بي لسر شيت اشتا تاك بي توا كوابو فين ادعى البلوغ بالاحتلام اجر من دارك اجا كربي يعني كذبي فرقينيا ادعای هنده که گوتی منیم هاتیه و بلوغم بوا اجاق من یکی گوتی لخویم دا منیم هاتیه هم گوتی لحارتی با آگادایی با آگایی دا منیم هاتیه یا کسی که گوتی خوینی حیزه بهاتیه مع الامکانی درش گوزیا قصی من دارکی اجاق کسی که بی یا کرا که بی راز بی لبرچه چکه تمنی نو سالی هم تواب کرد بو لنو سالی جمم لباسی بلوغ بوده لباسی کتاب الحجری باس من کرد لنو سالی بودایوا احتمالي هي منيج بيت دري احتمالي هي حيزيج بيه او يعني صدقة باور بكتكش وبكركش دكري ولا يحلف سوين دي جنادري لسر هاتيني مدري هاتيني منيه يعني هاتيني خويني حيزي برام وين ادعاه بالسن اجر من دارك واتكرك يعني كتك قوتي بصار يعني قوتي تمني باز دساريم تواوكر يو بلوغم بوا او كاتطولي ببينة من دارك دعوة شاهدي لأكريك شاهدي بدن شاهد كانش دبيدو شاهد بن برين او من دارة بصال بلوغي بوا يعني برواري لدائق بوني برين مرام اگر شوار آخرت الشاهدي بدن برين لفرانا روجة دعما آقامان ليبو او من دارة لدائق بوا او كاتش بفابندي لدائق بونكي سپاز سال یکی با عشق را عبی او مسئله لطحفه گوتیه ولو جن با ایره بشاهید ناسن برام با ولادتی بشاهیده چن لبرد با پابندی ولادت که لدائق بونکه سالکشی با حسی بکلی والسفیه والمفلس او کسی کوا مار بفیرو درو والمفلس او کوا قرز دارا او جا هر دوشیان قدقه کلاین لدسکاری مرکو ماریان سبق حکم اقراریهما الله هر کس لبابی خوی اندا باسی دان پیدا هیلانه که یعن رابرا
مثلا قوتمان إيسا فيه أو مال بفيرو دلا بحد قصاص دروس بران بقرزان دروس نبري فرد قرزداري فرانكسي ما هل وها مفلسيش أو كوا قرزداري خرشي أو اعترافي كبيرش قد غداناني بدروس إدواي قد غداناني دروس دي ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة هل وها اعتراف كني عبدي بهل اشتكيك عقوبتي لسر واجبك اعترافك قبولك لي ورجيلي وشي الزنا بري الزنام كديا او عقوبة لسر واجب بي يان كشتين يان مال دزين مثلا او انا برام ولو اقر بدين جناية اقل اعترافك بقرز تاوانشي لا توجب عقوبة كتاوانك عقوبة تستيين بو بركو مار بو وشتي برای فرانه ماری کسی فرانه مارم سوتان دیا یا فران کسی بریندار کردیا او فکر ذبه السید و سید کش گورکی گوتی دروی که راز ناکا او کاتی تعلق بی ذمته او مالا یعنی پاری او تاوانی با استوی عبدکی و دبسلیتا و یعنی تاوروان کین هتا عبدکا آزاد بی او جا وشي آزاد بداوي أو مالي لأكله دون رقبته بلان بقردن يوه نابسره يعني عبدك نافروشري بو أو تاواني لبرس نافروشري چونك قوركي داري درويكا إيه كوابو أو قرزاك ويتا أستوي عبدكي كان جنازات كلالي ورجيه بلان وإن أقر بدين معاملة أقل اعترافي كلو تكريلو فروشنك مكردية بقرز بو يقرز دارم لم يقبل على السيدي اوش يعني درباري قولك يخوي قبول نابي كنجل ان لم يكن ماذونا له في التجاره اقل اذن ندرى بتجارتي بك برام ويقبل ان كان ليش قبولك لدر حق سيدك اقل اذن درابي او جا ويؤدى من كسبه وما في يده قرزك ندريتوا لو مال تجارتي كالبردس كوي لكي دايا يعني لو كسابتي كوي لكي ديكا ويصح دروس إقرار المريض مرض الموت أو كسيك وانا خوشة بنا خوشية في مرنية يعني نخوشية كي نخوشية شوايا مروف بو نخوشية دمري أو جا إقرارك ودان في داهنانا كي دروس تبي لأجنبي بو هر بيغانا شيها بي بريهن دا باري قرزداري فرانكسي ميان أو مارا ماري فرانكسيا إيه بابا بميلاد غركش باور لكان هر قبولك لي وكذا لوارثين على المذهبي هر وها بو میلاد گرکانیش قبول کرده بله هنده قرزدانی فرانه میلاد گری خوم فرانه کرای خوم یعن فرانه برای خوم با میلاد گریه دیش باور نکن هر قبول کرده ولو اقر في صحته بدين اگر كسك لحالتي لش ساغيدا اعترافي كرغوتي هزار ديناري قرزداري كاك محمد ما وفي مرضه لآخر لما رض الموت اجدا ديسان اعترافي كرغوتي هزار ديناري قرزداري كاك خالد ما او زاري لم يقدم الاول يك مكو بيش دو مكي ناخس لي بركو يكسان لبيلاتكي قرزي هر دو شان ددريتوا برام ولو أقر في صحته أجل اعترافي كل حالتي لش ساغيدا أو مرضه يعني لحالتي نخوشي دا وقوتي هزار ديناري قرزداري كخالدي ما أو زا بلش ساغي وبيان بلا خوشي أول قوت أو زا دواي مرنيويش وأقر وارثه بعد موته ميلاد جركيويش باشي مرني اعترافي كل لآخرة بوكاك حسنتي قلتي تي قلتي والله هزار ديناري قرز داري كاك حسن يا لم يقدم الأول ودي سانكا يكما كو فيش دوما كي ناقص لي بركو أو قرزي بخوي اعترافي كديو أو ميلاد كي اعترافي كديو إي خالدي وحسني هر دو كان بيكا ودا دريتا وهي تعمل فيش إيشي ناقلين لوش كميلاد كريش زينيشي مرجوكا يا ولا يصح إقرار مكرهين دروز نابی و به هیز دانان ری دان پیداهینانی کسی که زوری لیکرابی برید بی الا اوها بری لوچ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رفع عن امتی الخطأ والنسیان و مستکره علیه لادرای لسر امتی من الخطأ هلا کردن والنسيان لبي الكردن وما استكره عليه او زوري عن ذكرها اوش حديث شي حسنه ابن ماجه روايتي كرديا اه او جاء قوتمان زوري لكرابي تاب او هبري بري او اعترافك برام اقل زوري لك انك بنا حق نبي مثلا داني بشتشي نزاندراو هنا بي قوت بيدي اشتشي فرانكسي قرز دارم
أبيش حد سندي دعوة ما لكن نجوش تكتيا أو كعت زوري لأكله وأزلت الشدري ده باعترافك هل وها أجل سر راس جوش نش زوري لي بكري ثم تشي فكرة بي أبيش راس يكين ري زوري لي بكين تار راس يكين ري أوش درست بي بلام ليدان حرام ها بهر زوري هبي نابي أو زور لكن نبقى تحالتي ليداني ليدان بهمو زورك حرامه أو لتحفوني هاي وايان فرموا كوابو إستا لدائرة كاني حكمة بوليسي كلا إنسان يدن بو يعترافك لدرك جناح بارب ويشترط في المقر له هل وها بمرز دادن ريبو أو كسي كداني بما فكيدا هندراوا أهلية استحقاق المقر به لبشياوي أويبي أو ما في بدريتي وببي تبرشيوي مثلا فلو قال لهذه الدابة علي كذا أو راغ حند باري لسربنا فلغون أو لغوة لوشك وراغ نعبي تصاحب باري برام فإن قال أجر قوتي بسببها لمالكها بسبب أو راغي أمن قرز داري خاونا كي موهند فاري بو خاونا كي بوجب فاري كي لسر وعزب بي قيدناك في احتماله وراغ كي بكريغ بي يعني شو بي بي كي شكام بي مثلا زمانته شكوبي تسلب بسبب وراغكي او كاتي تحملك لقيدنيا شو فارك بوراغكي ناغريتو بصاحبكي ناغريتو ولو قال اقل قوتي لحمل هند كذا او زقي هدي او افرتي مثلا او افرتي كمن داركي لزجدايا او من داري ناوزجي هندي لسر من هيا بإرسين ازا قوتي بهوي ميراتي او وصيتي يعني بهوي وصيتي لزمه دبي هندي بو كور فكي دابني كور في ناوزجي شو احتمالي هي ميلاتي بابي وي لك نبي بي يعني وصيتي كسشي لكن بي اوصل وصيت بي دبي بي داشتكي برام وان اسنده الى جهة لا تمشين في حقه اگر او دان في داهناني نسبت دا لا الروشي واك ممشن نابو در حق كور في ناوزجي وشبره دا ديناران قرز دامي او كور في مجك بقرز داومي و دروی کور په پیناک فاره با قرز داته با قرز دایمه مثلا او فلغون دان هنانکه لغو بیتو با دروی اگدره چی خلاص و این اطلاق بلان با مطلقی فرمو با مطلقی گوتی صد دیناری او کور په ایلکلم نه نگود با قرز دایمه صحه فی الاسر او دروست بی واضح با صد دیناره که با کور په که دامنه أو جاء وإن كذب المقر له أجر أو كسيداني بوبا ما فكيدا هندراوا تكذيبي المقرة تكذيبي دان هنا كيكل مثلا قوتي أمان بارتجل كشي كاك محمد ملكنا يعني قوتي دا ديناري كاك محمد قرز دارم كاك محمد إش قوتي درويا كان نجل شي مني لكنا وندا ديناري منيش قرز دارم مثلا لحد صورتان تكذيبي كير تريك المال في يده او ماریک دانی پیدا هینایا حل دستی دان پیدا هینه رکی دمینی تورین که که مارکت بالخ نکوبی فی الاسح لفربوده راست ده لوچ که که اوی که داند بو پیدا هینایا نایوه داری درویه که ما دامو بی دیاره تو بسهو چوش جا فا این رجع المقر رو اگر دان هینه رکا شمان بو فی حالی تکذیبیه لوکاتی که دان بو پیدا هینایا که داری درو دکا وقال قوتي غلطت بهردا شوي بيان غلطم كرد قبل قوله في الصح سكيلي قبول كلي لو تك او يداري بو بيدا هنا نار ماريم ما دام ماريم نبي احتمال هي غلطي كربي مثلا بهردا شوي معركه لمركاتي خوي ما يتو هد بمرشي وش دميني توا فصل او فصل باسي قوتي دام بيدا هنا اكا افرمي يعني مرجع دان پیدا هنانه که با گوته چی وحابی یا با نوسین چی وحابی که بگی نی مافا چی لسرا یعنی لفظ چی وحابی مافا که لسر واجب که کوابو قوله لی زیدین کذا اگر بری زید هنده لسر من هیا یعنی هنده بو هیا لکنمن صیغتو اقراری او با اعتراف دا اندره دا بی بی دا تزید و قوله علی و فی ذمتی اگر گوتی هنده لسرم نه یعن هنده لأسلوی من دایا لدینی او نو عدام پیدا هنانه بو قرزی بکردی ومعی وعندی للعینی اگر بره لگرم منی هی یعن لکنم نی هی او بو کلو پلوشتیو ها بکردی ولو قال اگر گوتی لی علیک الفون کاک محمد اتو هزار دیناری من لسرتوا فقال کاک محمد اش جوابی داو گوتی زن وزنی بکا یعن بیجمیره او خود یعن بگره
او زين هو يعني او پاري دعوات كرديا وزني بكا او خذ هو يعني او پاري دعوات كرديا وري بقرا او اختم عليه يعني موري لسردا او اجعله في چيسيكا يعني لناو جزدان يقول لناو شي سيقول دامني فليس بإقرار او وشانا نابتي اعتراب لواني قلتي في بكا شو بوشي قلت دا عندي برام ولو قال بلا مرقوتي بري والله كعكا من هزاري توق بري والله قوتي زانش قوت هزاري ناس قوتي أتو هزاري ناري من قرز داري قوتي ري والله يعني نعم يعني قوتي بري أو صدقت يعني قوتي راستك يعني قوتي أبرأتني منه قوتي أدي قردن دا أزاك دي ملو صد ديناري شاهدي شي نبون أو قضيته يعني قوتي صد ديناري كم داوتوتو او انا مقر به يعني قوتي دام في داهين مكاك صد دينار تقرز دارم او هم صورتان حموي فهو اقرار بدان في داهين دا اندري شو كدري بري يعني راسك يعني قوتي قردن الازاكر ديم قردن الازاكر ديم ضمنا اعترافك باري لي ورقتيا يعني قوتي دايت مو ضمنا اعترافك باري لي ورقتيا شاهدي شنين لسر قردن الازاكر نيودانوي كوابو باعتراف دا اندري ولو قال أجل قوتي أنا مقر من دان هينرم فمبتدا وخبر قوتي يعني قوتي أنا أقر به يعني قوتي لموجوا اعتراف بو أكم فليس بإقرار هو بإقرار دان عندي ومبتدا وخبر شي بو خو قوتي وهزنيا ولو قال أجل قوتي أليس لي عليك كذا كردي أمن هند بارم لسرتونيا فقال بلى قوتي أري أبلي او نعم بري والله او نعم يعني قوتي بري فاقرار وباعتراف دا عندي اي كيف تسري وفي نعم وسو برام قوله شي ضعيفه كنعم بري بكار دي وناي كيف تسري قوله شي ضعيفه برام قولك الضعيفه ولو قال اقل قوتي اقبل الف الذي لي عليك دبرا او هزار ديناري منك لسرتو بها بمدوا فقال نعم قوتي بري او اقضي غدا يعني قوتي سبين للدموا او امهلني يوما يعني رشد مورتم دا او حتى اقعد يعني لم قري تادا انيشم او افتح الكيسة يعني لم قري هتا كيسكي خم دكمو يعني اسبو ماري باركي دينم او ازيد يعني لم قري هتا بارمو دستكوي فاقرار في الاصحي او حموي باعتراف دا اندري شو انكاري تيدانيا بلكو تأشيد قسكي ويدكاتوا فصل او فصلش با لباسي دان بيداهين راو كما فكي بحسي هندي اكا او اشتي كداني بيدا اهدري يشترط في المقر به بمزدا ان لو اشتكى داني في داهين راوا سيبا بمزدا ان لا يكون ملكا للمقر نابي ماري دان في داهين ركيبي لكاتي اقرار دا چون چوني ماري وي نبي فلو قال اگر قوتي داري خان وكي من ايتوا خان وكي من اضافه كل ولا خوب او ثوبي يعني او زلي من ايتوا او ديني الذي على زيد يعني أوقر زي من كلس زيد يا لعمر إي عمر يا فهو لغو هبوي لغو لوش كأولي إضافة اشتكي كذيب ولا يخوي بمار خوي دانايا ولو قال هذا لفلان أقل قوتي والله أو مارا أو زلكا يعني أو كتابة إفرانكس يا وكان ملكي بيش داش بلشي من بو إلى أنا أقررت به تا اعترافا فيك أو فأول كلامه إقرار سرتاي كلامك باعتراف دا عن ريو أبيتي فرانكسي وآخره لغو آخر كشي بلغه دا عن ريو بهز ناسي إيه وليكن المقر به في يد المقر مرجع أو أشتيداني بيداهين راوا لدز دان هيراركي دابي لدز أو كسي دابي كداني بيداهيني لو ليسلم بالإقرار للمقر له تابو خاص لي بقنزي بهوي او دان پیداهیناني تسليم دان بو دان بو هر راو کي بكري تسليم او کي بكري ک دان بو پیداهینايا د بي بو له دستو د جير د صلات خو دابي فلو اقر اگر اعتراف كيد ولم يكن في يده لدستوي نبو ثم صار او جاءه تداو دستوي جاءه تناو دستوي او بي بمقتضى الاقرار بجوري او دان پیداهیناني رابردو اعتراف كلي مثلا قوتي او كتابة اكاق محمد يا كتابة كش لدستوي نبو كتابة كش لكن كاق خاليدي بو دعا كتابة كي لكاق خاليدي كريان كاق خالي كتابة كي داوي بهر نوعها بي حتما بسردانيا لبر اعتراف قديم كتابة كي هر لي أسليني لو تكي استهات دستوي
أو جاري فلو أقر بحرية عبد أقل داني هنا قتي أو عبدا حرة عبد دنيا في يد غيره عبد كجل دس كسشي دي دابو ثم اشتراه أو جاري قال هديش كقوتي تي أو حرة هستات شو عبدك يكري حكم بحريته وشي باري داو عبدك كوتا دستوي راز عبدك آزاد بي لو شك بيشي كريني اعترافي كذي كاو عبد آزاد أو جاء ثم دعايتي أفكرين إن كان قال هو حر الأصل أقل قول بيتي أو حر الأصل دا حرة قد عبد نبوة فشراؤه افتداء أو كريني في أقوتري افتداء يعني كرينوي حر شي جير دستراتي كسا شي دي بفارة كو أصل بفارة آزاد كري كأنه أو حر آزاد كذي شماني بو هرد هز لا يشين يس وإن قال أعتقه أقل قوتي والله أو كابراي لكنيبو آزادي كربو برام مجالنا داية برواتة در نجير دستي فافتداء من جهته أول لا يوي بكرين ودا أندري ما في بشيوانين يا وبيع من جهة البايع برام اللي ترفلو شاركي ببيع دا أندري تكفلو شاركي اعترافي نكد يا كحرة على المصب لسفر بودي راسي مصب كوابو فيثبت فيه الخياران للبايع فقط خيار المجلس وخيار الشرط تنها لبو بايعكي هي لبو مشتريكين يا ويصح الإقرار بالمجهول درس إنسان دان بهني بشتيشي نزان دراوس وشي فإذا قال أقر قوتي له علي شيء والله اشتشي لسر من هيا يعني اشتق رزالي فرانكسي ما يعني اشتشي للاي منها مثلا غوري شي نكده واشتكت يا قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل لي قبول كري روني بكاتوا بحر اشتشي بمال دا بدري حتى المعركش كم بي أزا معركة زور زور كمش بها اللي قبولك لي برام ولو فسره بما لا يتمول أجر روني كدو بشتشي كما مال دا أندانا أندرا لكنه من جنسه برام لرقز ماربو كحنتة كحبة حنتة قلت والله ما بس تبدن كقال مقبو إيه دن كقال مقبو مال دانا أندري برام لرقز ماريا أو بما يحل افتناؤه يعني تفسيري كدو بشتشي كدروز مراب جيري ككلب معلم وشي سقشي في الراو كراي وسرجيلين يعني وشي قلب قشبل وترس وتباره أو نوع عشتانا زبر لها مو قبيرة في الأصحي لي قبول كري لسرف المدير راست ولا يقبل بما لا يقتنى بلام لي قبولناك لبشتك وراغتني دروز نبي كخنزيلين وشي براز سراغتني برازي بهي جورك دروزنيا وكلب لا نفع فيه يعني سقا كسودي تيدا نبي في راو باسواني نكرابي ولا بعيادة هل والي قبلناك ربك قوتم اشتشي لسر من مقصود مسرداني نخوشي بو ورد سلام يعني جواب دانوي سلامي بو اواني اللي قبلناك لي ولو اقر بمال اقر اعترافي كن وتي معرشي لك نمنا او مال عظيم او كبير يعني وتي معرشي قلق قولي لك نمنا او كثير يعني معرشي زوري لك نمنا قبل تفسيره بما قل منه اگر تفسیری بکاته و رونی بکاته و بماره چی کمیش بری والله مقصودم یک درهم بو مثلا اولی قبول اکلی چکا مار به نسبت روز قیامتی مسقال زرش باشتشی زور ده اندره چکا محاسبه هیا اگر لبر هندی لی قبول اکلی و کذا بالمستولدتی فی الاصحی هر و ها لی قبول اکلی او جاریه کوادای کمنداریشا او جاری که وادای کمن داره چکه او شربه مرگ ده اندره هتا آزاده به فیل صاله فرموده راسته ده لا بی کلبین و جلدی میتتین برام لی قبول ناکره به الله مقصودم سگک بو سگه چی لکنم نه یعن پیسته مردار بو چی لکنم نه او دروز نبی و قولهو کابرای ده انهینر کبره لهو کذا واللهی او اشتی لکنم نه کذای که با مبهمی بره که قولهی شیئون أجوش الشيء أبا نزان راو دعان ريدا بتفسير كاتوا وقوله شيء شيء أقبل اشتك اشتك أو كذا كذا يعني أو شتا كما لو لم يكرر وش تكراري نكر بتوهر واعج كواوي عطفين قوتيا برام ولو قال أقر قوتي شيء وشيء اشتكو اشتشي ديكي لكلمنا أو كذا وكذا يعني أو أوشي لكلمنا وزب شيئان إذا بدوشتاني بلاتي شكا عطف نشاني مغايرة يار دوشتي لك جاوازا ولو قال كذا ديرهمان اقل قوتي هند درهم لك نمنن او رفع الديرهم يعني قوتي كذا ديرهمون او جره يعني قوتي كذا ديرهمين ده هم حالتان دا لزيمه ديرهمون يك ديرهم يكوي تسري حكما مقاعدين نحوي دانيا والمذهب
بفرمودي راسي مذهب أنه لو قال أجر قوتي كذا وكذا ديرهمان هندو هندا ديرهمان لك لك لما بالنسبة وجب ديرهمان بالنسبة خوين دوا لبيدو ديرهمان ذاتي تشكا كذا يبا عطب قوتي توا وأنه لو رفع أو جر برام أجر كذا وكذا ديرهمين يعني ديرهمون يقول منصوبين كربو فديرهمون يقدر هم غازب بيه ولو حذف الواو أجر واو يشي لسر كذا حذف كذا كذا يقول بواوين يقول فديرهمون في الأحوال لها محارتان كان ده دبروا ببواو يقول تنها يقدر هم يلسر واجب بيه ولو قال ألف وديرهمون أجر قوتي هزارك درهم يشي لسرمنا قبل تفسير الألف بغير الدراهم هزارك أجر روم كاتو بغير درهمش قيدين شو قلت دي هزارك درهمك جاء درهمك لقال هزارك يدرس الجعواز به ولو قال 25 درهما بيستو بينز درهمي لك لمنين فالجميع بيستكو بينزك هموي دراهم بدرهم لسري وازبا من على الصحيح لسفر مديراست نابي بيستكي بجاب كاتا ولا بينزكي ولو قال اقل كابراي دان هيرر قوتي الدراهم التي اقررت بها او درهماني كبوتوم دان بيداهي نابو ناقصة الوزن شيشان ناتواوا تي افكرين فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن أجل درها مكان شاركي حموي وابو وزن يعني توابو فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا لي قبولكين أجل أو كلمة كقوتي درها مكان شيشيان ناتواوا لقل دان هنا أنا كيف يقول بيو فاصلي نكوي تبينيوني ونابري نكوي ومنعه إن فصله عن الإقرار برام لي قبول لك لأجل جايك البيتولى اعترافك فاشي بين شدي وايقود به وإن كانت ناقصة لقدرها مكان شاري همو شيشيان نقصان بو قبل إن وصله وكذا إن فصله في الناس هل لي قبولك لي جا باعترافك لقر اعترافك يقول بيتي يعني دعي اعترافك هل لي قبولك لي ما دام درهم شاري نقصان من أجل دعي اعترافك جبري هل لي قبولك لي والتفسير بالمغشوشة رونك النواب أو درهمانيك غشان تيداك راوا كهو بالناقصة وشي أو تفسيرية ككربيتي وبوانيك ونقصانا يعني كبري غشان تيداك راوا درهما كان فافوني عن تيكار كلايا مثلا ولو قال قرقوتي له علي من درهم إلى عشرة والله لسر ابن هي لدرهما شي هتا درهمان أو لازمه تسعة نو درهم يكون سري برام دي من كي ناكوي تسري لوتك إلى ليلة لبو انتهاء غاية ديارة بمعنى معنية كقرينة معنية في الأسعال فربودي راس تدار وإن قال أقر قوتي درهم في عشرة درهم شي لدى درهمان لسلمنا فإن أراد المعية أقر في بمعنى معي مقصود به يعني درهم لقل دا درهمان لزمه أحد عشرة أو يازلي أكون السريه أو الحساب أقر مقصود الزرب كردن به يعني ايش الزرب ديبكا فعشرة او دي اكون السري والا برام اقل هيت يعني ما بزن بفديل همون تن هذا الهم شكوي تسري وزياتي نعكوي تسري فصل اوش تنجوري شي ديني دان في داهناني اريس ارونا كيدوا قال له عندي قوتي كابرا قوتي له عندي سيفون شمشيره شي لكنا من هي في غمد لنا وكالاني خوي دايا او صوب لنا وكالاني دايا انا كالاني خوي او صوب يعني جلك شي لكنا من في صندوق لنا صندوق شي دايا لا يلزمه الظرف ظرف كي لسر واجب نا بيتن ها شمشيره كو جلك كي لسر واجب بي بيداتي كالانك وصندوق كي لسر واجب نا بي شو احتمالي هي وبروتي ولي قلبي تشو بي لنا وصندوق لنا وكالاني دانا بي او غمد فيه سيف او صندوق فيه ثوب يعني قلت والله كالان شي لك نمنا شمشيل شي لنا ودان درايا يعني صندوق شي لك نمنا زلك شي لدان درايا لزيبه الظرف وحده لسان هر كالان كو هر صندوق كي لسر وازب شمشيل كو زلك كي لسر وازب نابي او عبد على رأسه عمامة يعني قلت عبد شي لك نمنا مزر شي لسريا لم تلزمه العمامة على الصحيح مزر كي لسر وازم نابي شي احتماله او مزر لسر نارمي بوجواني ابرام قوتي او دابة بسرزي قوتي والله وراغ شي بزين ولك نمنا او ثوب مطرز يعني زلك شي لك نمنا روخ كان نقشي درائنا لزمه الجميع دبي وراغ كي بزين وتسليم كابراي كاجلك كشب نقشة وتماشى بك ولو قال أقرقوتي في ميراث أبي ألف
لميلاتي بابي من دا 1000 ديناري هي فهو إقرار على أبيه بدين أو إقرارك لسر بابي خوي كبابي قرزداري أو كابرايا يعني دبي لميلاتك 1000 دينار بدري ولو قال في ميراثي من أبي 1000 لو ميلاتي من كلبابي خومي أقلم 1000 ديناري هي فهو وعد هبة أو وعد بخشيدي يعني وعدي دا اشتشي ببخشيم داتي أو جاء أجل بداتي ودايا نشي دايا لسري وازمني ولو قال أجل قوتي له علي درهم درهم دو جاري درهمك قوته درهمك درهمك لسر ابنا لزيمه درهم تنها يك درهمي لسر وازم بي زياتي لسر وازمنا بي فإن قال ودرهم أجل بوابي هل دا سري قوتي درهمك درهمك لسر ابنا لزيمه درهماني دو درهمي لسر وازم بي ولو قال أجر قوتي له درهم ودرهم ودرهم قوتي درهمك 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 إلى سربنا لزمه بالأولين بيكم دومي درهمان دو درهم يكون السري وأما الثالث إسيم زارش كقوتيا فإن أراد به تأشيد الثاني أجر تأشيد دومك مقصود به لم يجب به شيء هيك إلى سر وازم نابي وإن والاستئناف أجر أبيش السربقو قوت به استئناف مقصود به لزمه الثالث درهم سيبك الشكوى تسري وكذا إنوا تأشيد الأولي أو أطلق هل وهذا التأشيد كما كشي مقصود ببيان تأشيد مقصود نبوبي سي درهم هل كو نسري لبرس كفاصل كو تتبيني مؤكدي ومؤكدي تأشيدك لغو بتوا ومتى أقر بمفهم هل كاتي اعتراف كلبش تشي نامعلوم نزان دراو قوتي كشيء قوتي اشتشي لك لمنا او ثوب ينزلك وطولب بالبياني دعوان لك قوت ما مرع رونك وتسج جلك كاما يا جلك ياخد اشتكت سيا فامتنع او ايش قوتي والله حقا بسردانيا نايرب فصحيح انه يحبس او حبسك ليه تاع اعترافك ليه برامنا بلي بدري ولو بينا اقروني كدوتي ما بستم لاشتكي فرانش تبو يعني لجلكي ما بستم فرانج لبو وكذبه المقر له مقر له الجوت الدرويكي او نبو او كاتي درين مقر له فليبين اتورون بكوا سد مقصود بوا وليدعي اجا دعواي خوت كذا سربي او ذاك دعواي كيكير والقول قول المقر في نفسه او اذا ان بيدا هنا ركيا اجل جوتي هونيا سد يدين كسد يخوان بوازني بهن ولو أقر له بألف أجل اعترافي قوتي 1000 دينار كاغ محمدي قرز دارم ثم أقر له بألف في يوم آخر اسبانيا السولة مدلسة شديك قوتي 1000 دينار كاغ محمدي قرز دارم لزمه ألف فقط هل 1000 لسر وازم بيشكو احتمالي هي أو اسبانيا قوتي تي هل 1000 كي أورو المقصود ببي برام وإن اختلف القدر أجل أندازش يعني ليك جدابو ليره قوتي 500 كاغ محمدي قرز دارم اسبانيا قوتي 1000 قرز دارم او كاتش دخل الاقل في الاكثر كما كده ستناو زورك يو هر 1000 كي لسر وازم بي چونك مو احتمالي هي او روك 500 قرز كي اسبانيا 500 بو يقول بيتي 1000 فلو وصفها بصفتين اگر فاركي وصف دار كل بدو صفتان مختلفتين كليك جابون أو أسندهما إلى جهتين يعني نسبة دالاي دوروان أو قال قبلت يعني قوتي قبلت يوم السبت 10 روج الشمو دم لورقل ثم قال قبلت يوم الأحد 10 روج يكشمش دم لورقل لزمها لهم صورة لزمها هردو شي لسر وازم بل مثلا بدو صفتي قول بن قول بيتي 1000 ديناري وردو 1000 ديناري درشتر للامنا يعني 1000 تومني إيراني روجة شيني شي قوت 1000 ديناري عراقي أو صفتي يعني لك جدانا هر دو شكاونا سري يعني دو زيهاد في والله 1000 ديناري لسرمنا روجة يكشم ملي قرز كليا 1000 ديناري دي شي قرز دارم اشتشي في فروشتي ما پارم نداكي مثلا اي شي بقرز قوت بو اي شي لمقابلي فروشتي قوت بو أو هر دو لاي لسر وازبا بل ولو قال أجر قوتي له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب قوتي 1000 ديناري لسلمنا باري سقشي يعني باري شرابي أو اللغوة شو سقو شراب باري عن بودان عندي لمقابلي أو 1000 قضيته يعني قوتي 1000 دينار أو سهوبو ولو قال أجر قوتي له علي 1000 هزار لسلمنا
من ثمن خمر أو كلب لباري شراب يان إيسي أو ألف قضيته يان قوتي هزار ديناري لسرمنا برام هزار دينار كم دايتوا لزيمه الألف في الأسر هزاركي هل لسرواز ببي لفرمودي بهستر دا إذا هدو مسألة عند لسرواز ببي. ولو قال من ثمن عبد لم أقبله قوتي والله هزار دينار لسرمنا باري عبدك بمني فروشتي برام ورم نقرتيا إذا سلمه كات عيب عبدك تسليمي من كير سلمت ومش باري تسليمي بيكم قبل على المذهب أو تفسيراتي لقبولك دعوك إن كابراي فروش يعني عبدك تسليم كيان فروش دعوك تسليم كا تأويش باركي تسليم يبقى وجعل ثمنا باركا أكريت باري فروش دعوك ولو قال من ثمن ولو قال له علي عبد ألف أقل قوتي هزار ديناري لسر من هي إن شاء الله أقل خواه حزبك لم يلزمه شيء على المثب لوتك إقرار بإن شاء الله لغو بتوا هروكو عبد آزاد كرنو تراقج لغو بتوا ولو قال ألف لا يلزمه قوتي والله هزار ديناري لسر من بلا مواجب نبي دمه أو قصنا أخوة لزمه واجب بداته ولو قال له علي ألف قوتي هزار ديناري لسر من ثم جاء بألف دعاي هزار ديناري بوهنا وقال أردت به هذا ما بستم أو هزار دينار أبو وهو وديعة أوش قرز نبرك بأمانة لك من دان أبو فقال المقر مقر له أو إدان أبو في الله هنا يقوتي نا لي عليه ألف آخر هزار دي شمل سرت وغير أو هزاري صدق المقر في الأسر بيمينه لير باور بدان في إدان هنا ركي أكلي دبي صدق بخوا ولو هزارت زياتر هيتي دي لسر مني برام فإن كان قال في ذمتي أجر قوتي لأستوي من ده هزار ديناري هي أو دينا يعني قرزي لسر من هي صدق المقر له على المذهب ها أو هنجي دان مبوهين راوك باوري في أكلي بس بسندي أبي ديكا قوت بوي لسر من هي كلمة ذمتي نقوت بو كلمة قرزي شي نقوت بو بوي وعيدي قبولك برام ليرا شكا كلمة أستو دیدی گویی یه قاضی گویی بوی باور بدن پیهرا و که بوهرا و که یکی یعنی صاحب حق که دا باوری پی اکلی بسوندی باور بدن هنر کی نکلی. قلتو امام نوی فرمی فاذا قبلنا التفسير بالوديعه لهذه شغلی قبول کن که بو من روم کاتو بر مبست مو هزار دینار بو که با امانتی لکن من دانایا فالاصح انها امانه فأمان رد عنه فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار أجل باشي اعتراف كني وباشي دعم في داهناني دعواك قلت والله زارك فوتايا بس ودي باوري في أكلي هم ودعوة الردي أجل بجري دايت بوق لقبولك لي مثلا قلت هزار ديناري لكلمنا دعاي قلت هزارك بأمان رد لكلمنا نقب قرز أو قلت من في باورك لي بس ودي دعاي شو ماري هزارك بيني قلت والله هزارك أنا ما يدزرها يا أبيشي بس ودي باور في أكلي ولو قال له عندي لكلمني هيا أو معي يعني لقلمني هيا ألف هزار دينار صدق في دعوة الوديعة لبر كلمة لكنمنو لقلمن خبلي قبولك لي دعواي وديعة كابر يعني بري ما بس تبقى أمانة بو والرد هلوها أوش اللي قبولك لي بري دا معركة دايتوا والتلف هلوها أوش اللي قبولك لي بري معركة زراي وفوتايا قطعا بخلاف والله أعلم لوشكا كلمة كي عندي ومعي اللي لاي مني هيا يعني لقر مني هيا بو قرز وشتي وبكار نايف ولو أقر ببيع أو هبة أقر كابرا اعترافي كرد قلتي والله أوشتم فروشتي تفرانكسي أو هبة يعني أوشتم ببخشين دايتي وإقبالي فروش راوكو هدية كشم تسليمي وكيد يو وريشي قلتيا ثم قال أو جدوايب شمام بوا وتي كان فاسدا او ورقرتنا يعني او فروشنا دانا مزراو بو فاسد بو كورقتيا واقررت بوش قوتم اعترافا بك اللي زني الصحة شكواتي قيشتم بشرع دروز بو استاشت و ديم كوريتا ودروزنا بو لم يقبل او يدي قبولناك لي او كلمة يا كدري والله واتي قيشتما برام او هنده وله بو دروس تحليف المقر له دان بو هرا وكي سند بدا بلي ورا السنديم خو بلي او اشتاك اللي بريد ورقت يا بفروشتين يا بهيبة وبخشين دام ازراوة ايه فانك لا
اجا اگر هاتو دان بو هراوكا سندي دامزراني نخوار او كاتا حلف المقر دان هنركا سندي اخوا سندي دانمزراني اخوا اره او اشتم كبتو فروشتو بيعك دانمزرابو يان بتم بخشيبو بخشينك دانمزرابو او جاك سندي خوار وبرئة بريبت او ازاد بي واجب نماركي بداتير. ولو قال اگر قوتي هذه الدار لزيد او خانوا زيد يك امن تداما بل لعمر بركو اي عمريا او غصبتها من زيد يعني قوتي داجير مكديا لزيد بل من عمر بركو لعمر بداجير كديا سلمت لزيد او تسليم زيد يكريتوا يكم زارناوي هنايا والاثر زاب فرمودي بهستر ان المقره يغرم قيمتها لعمرين ده بقيمة خانية كي بجدا تا عمري تكناوي ويشي هنايا بسبب الإقرار بهوي أو إقراري ككرديتي. ويصح الاستثناء دروس الزياك النوى لإقراري إن اتصل بو شرطي بيقو بمثلا بري هزار ديناري كاق محمد قرز دارم إلا صد دينار نبي أو دروس أو استثناء بو شرطي ولم يستغرق مستثنى مستثنى منهوي همو دانك ديتوا وشبري صد ديناري كاك محمد قرزارم إلا صد دينار نبي أو لبر استغراق أو كمستثنى استغراق مستثنى منه كده بطارو صد دينار كي هرك يتسري كواب. فلو قال له علي عشرة والله إذا ديناري لسلمنا إلا تسعة إلا نو نبي إلا ثمانية إلا هج نبي لزمه تسعة نو ديناري كي نسري له شو لكل مستثنائك لفيش أخوي استثناء كريتوا مثلا له علي عشرة إلا تسعة تسعة لنو جداك ليتا وكجداك لا ويك ديناري لكويت السري معنى نو إلا سر منينا أو نفيا إلا ثمانية أبيت وإثبات ثمانية لنو استثناء أكريتا معنى لو نو يعنش إلا هشت إلا سر منين أبيت ومثبت أو مثبتة لقر إيك كيديك مثبت بو أكاتا ونو بو يأفر بي لزمه تسعة نو يكون السري. ويصح من غير الجنس دوس استثناء لغير رجز الخشبي لغير رجز الخشبي كتير وشي له علي ألف هزاري لسلمنا إلا ثوبا إلا زلك أجنبي ويبين بثوب قيمته دون ألف أو ذا رون أكلي ثوب زلك شوك قيمتي لهزاري كم تربي ذا احتمال هي نوصت ونوت ونو دينار بي يك دينار يداتي لغير زلك كي وخلاص وبراوة زلك كشي ناداتي يعني اگر زلككا نوست و نوت و نوان بيدي تنها يك ديناري داداته هر وها ومن المعين استثناء لمعين اش درستا لشتش ديار كلاو برچاو وشي سبري هذه الدار له او خانية ايوية الا هذا البيت تنها او جورة نبي هنجين همو خانية كدبيت ايوية الا جورة كنبي او هذه الدراهم له الا ذا الدرهما يعني او درهمان همو ايوية الا او درهما نبي او اش درستا قيديناكا. وفي المعين وجه البرام قول شي ضعيف هيا وشك الشاذة كاستثناء كيدوز نبي برام عملي بيناكلي. قلت إمام نووي فرميه ولو قال أجر قوتي هؤلاء العبيد له إلا واحدا أو كويلانا يعني أو مرانا يعني أو بزنانا همو إكاق محمدين إلا يكاق نبي قبلا أوش اللي قبولك لي ورجع في البيان إليه خاوان ما فكد قريت ولا يدان هنا ركي بو أوي بوين روكاتوا أجي فإن ماتوا أجر همو يا مردين إلا واحدا مثلا بيزد مربو همو يا مردين إلا أيك ماوا وزعما دان هنا ركواتي قيشت أنه المستثنى قلت والله أو إجام كربوغا أو أبو أو شب إخويا إتوج نوزدبون همو مردبون صدق بيمينه على الصحيح بس ودي باوري في أكلي لسفا مديراز والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.